كن دائما متوكلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فدائما متوكلا على الله أي معتمدا عليه، واثقا به، ملتجئا إليه. لا تتوكل على نفسك ولا على أحد من خلق الله، واجعل توكلك كله على الله سبحانه وتعالى، وثق به. والثقة كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين هي خلاصة التوكل. فالثقة لا تكون إلا بالله، لا تكون بالنفس ولا بالمخلوقات. الثقة لا تكون إلا بالله. وكيف تثق بنفسك وأنت تقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ فالثقة التي هي خلاصة التوكل لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد.